ما أعتقد كان في مكتب رستم غزالي، وجاء الشوفير إنه رافعه وضربه بالمسدس على كتفه، هكذا ما سمعنا عندما ذهبنا بالموكب إلى المستشفى الجامعة الأمريكية، هيك سمعنا، لأن كان جوا داخل معه أبو طارق العرب، فظهر أبو طارق والدمعة في عيونه. حضرت شهد ان السيد ميلن سألك عن السفرة الى سوريا، هل تعني بذلك انه لقد التبس عليك الامر او التبس علينا الامر؟ بماذا تتكلم؟ توجهتم الى المستشفى الجامعة الامريكية، اتعني بعد زيارة رستم غزالي او ان الزيارة تبع سوريا؟ سوري، رسم غزالي بعد رسم غزالي ذهبنا إلى الجامعة الأمريكية. مع من ذهبت؟ مع المواكبة ككل إلى الجامعة الأمريكية، من كان حاضراً وقتئذ؟ كان كل شباب الموكب. ذهبنا إلى الجامعة الأمريكية، ثم من بعدها ذهب الحريري إلى سردينيا. حضرت الشاهد، أتعني أنه ذهب إلى سردينيا بعد زيارة رستم غزالي قبل أشهر من الاغتيال؟ ذلك ما تعني؟ صح. تكلمت قبل قليل أن أحد مرافقي رستم غزالي هدد المرحوم الرئيس الحريري قائلا: إذا بتغلط سنخطف بنتك، هل هذا ما قلته؟ أوكي صح، رستم غزالي قال للرئيس: نخطف لك بنتك، مش مرافقه، رستم غزالي. هل سبق لك أن أدليت بهذه الواقعة في أي مرحلة من مراحل التحقيق، سواء أمام قاضي التحقيق العدلي في لبنان أو أي مرجع آخر؟ هل سبق لك أن أدليت بهذه المعلومة؟ كلا، تذكرت عم بقرأ ملفات امبارح، تذكرت مظبوط، عاد تذكرت مظبوط، مشان القصة صار أنه 10 سنين، 15 سنة، 10 سنين سوري، فرجعت قعدت أتذكر مظبوط شو صار، مشان أكيد نسينا، يعني 10 سنين كل شي صار معنا نسينا. مش عم بفهم، تذكرتها الآن ونسيتها بالفترات الأولى بعد اغتيال الحريري، حيث تم استجوابك أمام أكثر من مرجع؟ صح، تذكرتها صح الآن، مشان كنت أنا كتير تعبان بعد الانفجار ومريض، كنت كتير وكنت بحالة لا يرسلها، كتير كنت تعبان. Mr. Witness, have you القديري، حضرة الشاهد، هل علمت مؤخرا أنه بحسب وسائل الإعلام توفي رستم غزالي في سوريا؟ صح. Has that information القديري، هل إن تلك المعلومة لها علاقة لربما تذكرك لما قاله رستم غزالي في العام 2005؟ لا أدري. وقد أجرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة مقابلة معك في 7 تموز يوليو عام 2005، وكنت تعرف أن هناك تحقيقات في عملية اغتيال السيد الحريري، وكان من المهم بالنسبة للتحقيق أن تخبرهم بتلك الحادثة، ولكنك لم تذكرها. اللي عم بتذكره عم بحكيه، في شي ما عم بتذكره، مش بس كل شي حكيه مظبوط، ما حكي شي غلط. ولكن يوم الانفجار لم، أي 14 من شباط فبراير، لم أشعر بوقع عمليات الحفر أو بوجود حفرة، ماذا تعني تحديدا بذلك؟ وقت كان في حفريات، نخلص الحفريات وسكروها، نحن بس مرقنا من الموكب كان مسكر الحفريات، ما في شيء، يعني ما عاطين أثر لأي حفريات.